جعان هموت من الجوع. الرحمة حلوة هموت. أي حاجة أي حاجة أي حاجة أسند بيها نفسي. حرام عليك، مين اللي فهمك إن الدايت يعني ممنوع الأكل؟ شهر كامل عايش على زيتونة يا مفتري، منك لله. جعان الجوع لآخر، البخل لآخر. الحقني يا هدهد. مالك يا صبري؟ بطني مالها؟ فوار. انت جالك الاملاح تاني؟ لا مش املاح. امال ايه؟ انا شبعان. يا حد بيشتكي من الشبع؟ المطبخ جوه عندنا ايه؟ اوبن بوفيه. طب نخش نبص بقى. اتفضل اتفضل. راح فين؟ ايه ده؟ في ايه؟ لما ابقى سوسن تبقى خش، لكن غير كده اتكل على الله. انطمي هدهد، مفيش هزار في الشغل. يا صبري فيها صبري؟ ايه ده انا اخوك. والله العظيم تلاتة انا لو في ايدي حاجة هديها لك هديها لك، بس انا مش في ايدي. لا هي في ايدك. والله ما في ايدي حاجة. والله في ايدك، بس انت ركز. يلا لمامي رايح فين؟ يلا يلا يا هدهد هدهد. يلا بقي 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 صابري. انت يالا ايه الكلاحه دي يالا صبري؟ ايه؟ انت ما كنتش كده يا صبري. معلش. تف يا صبري. تف ايه؟ تف يا صبري كيف؟ يا عم ولا بنختك اللي كخ. حرام عليك يا صبري. بقول لك جعان بقالي شهر ما اكلتش. ماليش دعوه. ربنا ينتقم منك. امشي يا عم. يا صبري. اتفضلي يا استاذ. يا صبري. في حد سأل عليا؟ في حد سأل عليا النهارده؟ لا يا استاذه والله ما حدش سأل على حضرتك خالص. طب وانت واقف تعمل ايه هنا؟ انا اسف، انا هطلع اشوف الامن بره مستتب ولا لا. بسرعه اتفضل. حاضر يا استاذ. ايه الهبر اللي بيحصل في المكان ده؟ ازيك يا استاذه كاملة يا موظفه الاستقبال؟ والله عسل يا كوكو. موظفه الاستقبال؟ طالما قلت يا كوكو يبقى الدار امان ومفيش حد سمعنا. لا امان حبيبتي، انت وحشتيني قوي. وانت كمان اكرم. انا عايز اقول لك حاجه. قول يا حبيبتي. انت ليه ما بتجيش تشوف بابي ومامي؟ معيانين. ايه ده؟ قولي لي اطمن عليهم يعني. انت ليه ما جيتش خطبتني لحد دلوقتي؟ ما انت عارفه بصحى متاخر ما بلحقش يعني. وبعدين انا بخاف من اميره مراتي، ما لو عملت كده ممكن تطين عيشتي. سالك يا اكرم، خلاص اللي بيننا انتهى. وبعدين هو مين اللي قال ان القمر بيطلع في السماء؟ لا زعلان. قولي لي بس، والنبي لا تقولي لي يا منصف. منصف ايه وقرف ايه بس؟ بقى انا عمال اغزلك واقول لك قمر وسماء وتقول لي منصف. طب مين يقدر يسيب حته الكنافه بالقشطه بالمكسرات باللوز المحشيه كنافه دي؟ منصف منصف ايه وقرف ايه؟ محد يقدر يسيب طبق الحلويات اللي مليان مكسرات اللي عليه قشطه وكاستر من فوق ده؟ ربع بلح. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا واقف في الطابور بس عايز اكل. مش تكح يا متخلف ولا تقول اي حاجه وانت داخل. ماشي يا عمي، ما اعرفش انك يعني بتاكل حلويات ولع الدنيا. مش ليا اصلا. امال مين؟ مرات عمك مهبطه فوق فبنطلب لها طلب حلويات. ومرات عمي عارفه موضوع الحلويات اللي من عندك؟ لا لا انا عاملها لها مفاجاه. ماشي. روحي يا كاميليا يلا اطلبي الاوردر بسرعه. طب مستر اكرم، تحب أيوه. الحلويات بالمكسرات ولا بالقشطه؟ بالقشطه. يا مهني. قصدي يا كهني. احترم نفسك. هو الاثنين غلط؟ ايوه عيب. بس يا راجل يا شقي، ايه يا عمي مولع الدنيا انت وخيانه قديمه قوي مع السكرتيره. جو دماغك. خيانه ايه؟ بنطلب حلويات. انت حلويات ماشي يا سيدي. انت كنت عايز ايه اصلا؟ ايه اللي جايبك؟ جريت ريقي على الحلويات والله. هبقى اكلك معانا. مولع الدنيا انت. المهم انت جاي ليه؟ جاي لك عشان موضوع الشريط. شريط؟
انت لسه ما بطلتش البرشام والحاجات اللي مبوظه شكلك دي؟ برشام ايه يا عم؟ الشريط، الشريط اللي هتنتجهولي، شريط الاغاني. شريط ايه اسمه؟ البوم. البوم يا بيئه. اسمه البوم؟ ايوه البوم. انا جاي لك عشان الالبوم اللي هتنتجهولي. ايوه. وانت مالك انت ومال الغنى ومال الحاجات دي؟ والنبي والنبي اقف جنبي زي عم رمضان ما وقف جنبي. والنبي عمل لك ايه يا عمك رمضان بقى؟ جاب لي دي، بص الهارمونيكا دي. ايه دي بتعمل بيها ايه دي؟ دي بعزف عليها وانا بغني. نعم يا اخويا. ايه تعزف عليها ازاي وانت بتغني وانت عندك بق واحد وبايظ؟ ايوه ما انا بضحك عليها، بعزف واغني. طب تعمل كده يعني؟ اقف جنبي بقى. بص عم رمضان جاب لي دي. يا ابني عمك رمضان. طب خلاص روح هو يعمل لك البوم. لا لا عم رمضان منين؟ ما انت عارف اللي فيها ده، يا دوب جايب لي دي وايجار كمان. انت مالك ومال الغنى ومال الحاجات دي؟ انت تفهم حاجه في الموسيقى يعني؟ مش شرط. يعني تعرف مقامات؟ محفوظه يا ابني. المقامات محفوظه. مش المقامات دي، انت بواب. امال ايه؟ مش دي المقامات، انا قصدي المقامات الموسيقيه يعني النهاوند، السيكا، البياتي. البياتي الشتوي، البياتي الصيفي. يا ابني ده في العلوم. مش بتاع النمل ده. مش قصدي على ده خالص يا عمي. ما انت برضو قديم بصراحه. كان زمان زمان ايام عبد الوهاب وام كلثوم كان لازم عشان انجح في الغنى ابقى حاجه من الاثنين، لا بفهم في المزيكا لا صوتي حلو. امال دلوقتي بقى الموضوع مختلف تماما. دلوقتي ابقى لازم اكون بار باهلي او صريح مع الضرايب، الاثنين دولت بينجحوا. ايه علاقه ده يا ابني بال... اللي بار باهله ما شفتش قال لك اخواتي اخواتي؟ ربنا كرم ونجح عشان بار باهله ما نسيش اخواته. كان ممكن يقول اصحابي زمايلي، انما قال اخواتي كسر الدنيا. يا ابني ده كلام رقيق يا ابني، ما ينفعش تغنيه. مش مهم. والتاني بقى الصريح مع الضرايب ده طلع لك وركبت الاكس 6. صريح. كان ممكن يقول ركبت لادا ويخبي الاكس 6. مكسرين الدنيا والله يا ابني. بس انا مش عايزك، عايزك لو غنيت او هتشتغل في الفن تعمل فن هادف، ما تعملش الكلمات الرقيقه دي. طب ما تقول لنفسك. مش قصدي يعني غمازات غمازات. يعني قصدي قول للاغاني. انا عايزك انت تبقى احسن من اي حد. أيوة حتى لو مني انا شخصيا. بعدين الحمد لله تبت. ايوه تبت، عملت عو عو ما تبت اني. خلينا ساكتين، خلينا ساكتين. انت يعني، انت يعني تفهم في يعني تعرف تغني يعني؟ اعرف اغني. السؤال ده لو اتكرر انا هفجر نفسي. لا 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 خلاص. وعلى ايه اعرف اغني؟ هقول لك على حاجه. انا يا سيدي ما بشتغلش مغني ولا ليا في الغنى خالص. المفروض انا بحب المزيكا كده من بعيد يعني، بحب اسمع حاجات قديمه وكده. ماشي. انا هغني لك حاجه من الحاجات اللي انا بحب اسمعها وانت هتغنيها. لو غنيتها كويس هنتج لك يا سيدي. اختبار يعني؟ اختبار بسيط كده. ماشي ماشي. بس انت هتغني احسن مني، انا مش مغني. اكيد طبعا. وصفوا لي الصبر لقيته خيال وكلام في الحب، كلام في الحب يا دوب يا دوب انقال. مع انك خرجت من اللحن بس تمام، مالكش دعوه بيا انا يعني. والصوت فيه نشاز وحاجه يعني فعلا. معلش معلش سامحني، مش غنايه يعني. ماشي. المهم يا سيدي انا هقعد على الكرسي اللي هناك ده واديك ظهري زي برامج المسابقات بالظبط. بجد والله؟ اول ما تغني الف لك على طول. الله كان نفسي اقدم في البرامج دي بس قلت مش هيدخلوني بالبيجام. جات لك لحد عندك. ماشي. يا سيدي ربنا يخليك يا عمي. معلش تعبك معايا بس تنجز بقى. لا لا يا سيدي انا ورايا شغل يا منصف ما تقرفنيش. هبهرك ان شاء الله. يلا عشان ده فن مش كويس ان الكرسي بعجل وحاجات كده. الله زي برامج المقلب. ماشي. اقعد بقى. شعر ولا ده؟ معلش اصل انا بشوف قفا كاظم ببقى نفسي احلق له والله. اسمه استاذ كاظم يا معلم. استاذ ده امور من قفاه. هو في كده؟ يلا يلا. معايا فرقه ولا اتكل على يا الله؟ يا سيدي قول على طول بقى، انت مش محتاج فرقه. هراجع بس السلم الموسيقي. طب اتفضل. دو دو ري مي. لا ده سلم الخدامين ده. طب سيبنا امسحه بس ثواني. دو ري مي فا سول يا. رز ابيض تاكل معايا يا ابني؟ اصل الغنى برضو عايز نقوت الاحباب يا حبيبي. ده جو جوع ده ملوش دعوه. غني بقى. ماشي ماشي. وصفوا لي الصبر لقيته خيال. دي اللي انت وقعت فيها يا عم. اخلص. حاضر. انا بس بعرفك بقى. وكلام في الحب يا دوب ينقال. شكرا. سقفوا لي تعاطف. اتعاملوا معايا ان انا حاله انسانيه والله. ايه ده انت انبهرت بصوتي؟ ربنا يخليك. برافو عليك يا منصف، كسبت معانا 100 جنيه. ايه يا عمي ايه؟